أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج ريما وحكايتها. وجوه كل واحد فينا مليون حكاية ممكن تبقى قصة أو رواية، وفي ريما وحكايتها ضيوفنا بيحكوا حكاياتهم. يلا نسمع ونشوف، يلا نبدأ الحكاية. وحكايتنا النهاردة مع نجمة من نجوم المجتمع السكندري، ضيفتي اللي مشرفاني النهاردة في الاستوديو، أستاذة كاميليا النقيب. أهلا بيكي. أهلا ميري. أهلا وسهلا. اهلا بيكي جميل، منوره الاستوديو ومنوره قناه الاتش بي سي. نبدا الحكايه. اهلا بيكي. مين كاميليا النقيب؟ اوكي، انا كاميليا النقيب اولا ام لثلاث اولاد، اثنين منهم متجوزين ولسه بنوته، وسيدة اعمال ورئيسة نادي لاينز اسكندريه ماريا. ايوه. ورئيس مجلس اداره جمعيه الفايز الخيريه. تمام. الى جانب ان انا عضو في المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفه التجاريه اسكندريه. بزنس وومن يعني. طيب، عايزين نبدا، البزنس ابتدى امتى لمدام كاميليا النقيب؟ يمكن بداته حوالي 2014 لما اولادي بداوا يتخرجوا ويتجوزوا، وحسيت بفراغ كبير قوي. ف يعني جوزي كان داعم ليا قوي وقال لي فكري تعملي بزنس. قعدت افكر اعمل ايه. لقيت ان انا كان مهنه والدي هي كانت صناعه مواد عزل حراري، فقلت نحييها يعني، وبمشاركه بقى العيله واخواتي وكده وجوزي، وبدانا نعمل المصنع لصناعه مواد العزل الحراري. بقينا نعيد نشاط المصنع بتاع بابا، ابتدينا نرجعه تاني. بالظبط بالظبط. يعني توسعنا بقى. كنت بتفهمي فيه كاميليا؟ يعني كنت بتفهمي فيه ولا قلتي بما انه ارض موجوده والعده موجوده او الالات موجوده فابدا؟ يمكن عشان كان في الماشين موجود وكده، يعني رفعنا كفاءته، عدلنا فيه، اشترينا مكان جديد وبدانا نصنع، لان كان عندنا زي الطريقه البيزك الاساسي. أيوة. اللي هتمشي عليه. بالظبط. وبدانا نشتغل بقى الحمد لله، وبدانا نتصل تاني بالعملاء ونعمل كونتاكت معاهم ونجيب عملاء جديد، والحمد لله الدنيا مشيت يعني. ما لقيتيش صعوبه بالنسبه ان انت كنت قاعده فتره كبيره جدا في البيت وما كانش في دماغك اساسا ان انت تشتغلي برضو تنزلي بقى مجال العمل، ومجال مش سهل طبعا؟ اكيد في البدايه كانت الدنيا صعبه، بس بعد كده بقت الدنيا بسيطه يعني الحمد لله، وقدرت اتجوز المرحله الاولى يعني كده بمساعده. يعني انا عندي ابن اخي وشريكي معايا في البيزنس ده، احنا يعتبر يعني فاميلي بيزنس، فهو بيساعدني كتير قوي في حاجات. لسه المصنع قائم وشغال؟ قائم الحمد لله، وشغالين الحمد لله يا رب العالمين. يمكن وقت الكورونا حصل لنا دروب كده زي اي حد، بس الحمد لله الدنيا ماشيه الحمد لله. طيب، عايزه اقول لك حاجه، ايه حكايه فرش السنين والمعجون؟ فرش السنين والمعجون دي من زمان قوي، مثلا من يعني نقول مثلا في نص التسعينات كده. كنت انا حياتي كلها كنت عايشه في السعوديه، وكنا بننزل اجازه شهر يعني. فكنت بجيب فرش اسنان ومعجون واروح انا وبنيتي للقرى اللي هي على الطريق الصحراوي. بنبدا ندخل حضانات نوزع على الاولاد فرش اسنان ومعجون، ونعلمهم ازاي يغسلوا اسنانهم ونحافظ على سنتهم، لان سنتك دي هي وجهتك للناس، المظهر الاساسي مظهرك اللي الناس هتشوفك. ولو انت ما قدرتش تحافظ على سنتك فانت مش اهل للثقه. كان موضوع بسيط يعني، اللي هو بتقصدي بيه تعليم سلوك. بالزبط. متحضر، اللي هو النظافه. بالظبط. بس مش بشكل مكثف او كبير، حاجه بسيطه. بالظبط. الاطفال الصغيرين بيعلم فيهم قوي الحاجات الصغيره دي، يعني ان يجي لهم حد يوريهم ازاي يغسلوا اسنانهم، ازاي يحافظوا عليهم، يديهم هديه، نديهم الى جانب الفرشة والمعجون هديه صغيره، لعبه، حاجه يتعلموا فيها، غويشه، اي لعبه، اي اكسسوار للاطفال. كانوا اتبسطوا جدا وكانوا بيسمعوا كلامنا، وكنا بنزورهم تاني وفعلا هم بيتبسطوا. ده قبل لاينز وقبل النشاط الجماعي اصلا؟ قبل كل ده حاجه. ده نشاط كاميليا العادي، الانسانه العاديه كنا قبل بننزل اي حاجه خالص. ندعم الناس كده بفكره الفريش، على اساس انت حافظ على، يعني خلي فكره خلع الضرس او السنه دي اخر مرحله حاجة. يعني حافظ عليها، اشتكيت روح لدكتور اسنان عالج، وفي الاخر خالص لو لا قدر الله ما نفعش بقى هنشيلها، لكن مش اول حاجه هي بتوجعني اشيلها زي الفكر المصري عامه يعني. طيب، من هنا بقى جات لك فكره ان احنا نعمل مؤسسات او نشتغل بشكل اكبر شويه واوسع شويه. فعلا.
كاميليا، امتى ابتديتي نشاطك في اللاينز؟ 2015 2014 2014 هي في 2014 دي يمكن كانت نقطه تحول في حياتي، لان انا كانت كل حياتي عايشه في السعوديه، ومن 2014 بدات انزل اقعد فترات طويله في مصر. يعني ليا صديقه كده ضمتني لنادي لاينز اسكندريه ابولو، قعدت معاهم فتره، وبعدين بقى بعد كده عملت النادي بتاعي اللي هو ابتدينا النشاط على مستوى اكبر بقى شويه. نوادي اللاينز، فكره اللاينز عامه ان هي خدمه الفرد من خلال المجتمع، والشغل على التنميه المستدامه. أيوة. يعني مش ان انا اجيب اكل او ان انا اجوز واحده، ده كل ده شغل جمعيات خيريه، لكن فكره اللاينز هي قائمه على التنميه المستدامه، ان انا بعمل حاجه في المجتمع بتخدم الفرد بس. طيب عايزه اقول لك على حاجه، دلوقتي انت ابتديتي في المؤسسات دي اللاينز، تمام؟ طيب الجمعيه، انا عارفه ان انت عندك الجمعيه الفايز وعندك نادي لاينز. طيب نادي لاينز انت الاول كنت عضوه فيه، النهارده احنا عايزين نتكلم على نادي لاينز مرايه. اوكي، ابتديتي ازاي؟ هنمشي كده خط، امتى ابتديتي الفايز وامتى ابتديتي لاينز مرايه؟ اوكي، انا ابتديت الفايز. احنا ممكن نعرض كمان الصور عندنا. انت كنت مدياني داتا حلوه جدا عن شغل النشاط لاينز وعن شغل ماريا بالظبط، وعن كمان الفايز. صح كده، تمام؟ بالظبط بالظبط. طيب قولي لي بقى، البدايه كانت فايز ولا لاينز؟ الفايز. الفايز البدايه كانت فايز. نعم. 2001 2021 بدانا الفايز. شغالين، عملت بروتوكول. عملت بروتوكول مع وزاره الصحه. شهريا بيطلعوا لنا قافله طبيه في قريه اسمها قريه الجلاء، الحمد لله قدرنا نعمل فيها مركز خدمي بيخدم الناس. القافله الطبيه دي بتجي لنا كل شهر، بنقدم خدمات صحيه، صرف علاج، نظارات، ادويه، كل حاجه يعني فور فري مع وزاره الصحه. بندعم احنا جزء من العلاج، لكن وزاره الصحه بتوفر اشعات وتحاليل وكل حاجه وكشف دكاتره وكده. يعني اشتغلتي في القرى على الطريق الصحراوي؟ بالظبط، طريق الصحراوي القرى اللي موجوده فيه، يعني يمكن علشان الناس تتعالج هناك لازم تنزل منطقه اسمها العمريه، فبيتكلفوا فلوس رايح جاي غير الدكتور غير العلاج. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل مستوصف صغير على اساس يخدم المنطقه دي اللي موجوده. هو تحت التنفيذ دلوقتي، خلصنا مباني وكده، واحنا في اجراءات الورق تبع جمعيه الفايز. تمام قوي. اشتغلتي على كم قريه من القرى اللي على الطريق مدام كمان؟ اشتغلت على اغلب القرى، يعني قريه زي الجلاء، زي ابو مسعود، زي خالد بن الوليد، العزه، على فكره الاسامي دي كلها تقريبا يعني بهيج، كل القرى دي بنشتغل عليها وبنقدم فيها خدمات، سواء كان تسقيف، سواء تسقيف بيوت، بيوت بقى بتعمل لهم، سواء كان بندخل ميه، سواء كان بندي جلسات تخاطب للاولاد ذوي الاحتياجات الخاصه. اوكي كده يعني، الى جانب طبعا اللي هي القافله الطبيه. وشغالين حاليا مع مركز تحديث الصناعات في وزاره الصناعه. ايوه شغالين على ان احنا نعمل دورات تعليميه، سواء كان كليم، سواء كان بامبو، صناعات صغيره يدوية. ايوه تمام. سواء لذوي الاحتياجات الخاصه او للامهات المعيلات. تمام قوي. بندربهم وبنعمل معارض لمنتجاتهم ان شاء الله. بس يعني بعد ما يخلصوا التدريب هتعملوا لهم معرض. المعرض ده هيتباع من خلال المنتجات. بالظبط، هيبقى لهم دخل. دخل أكيد. يعني مش أكيد. بس تعليم، لا ده دخل. لان المراه المعيله بتكون محتاجه مورد رزق يعني. جميل قوي، جميل قوي بصراحه. انا فخوره بيكي اصلا. انا فخوره بيكي وبشغلك. شكرا. يعني حاجه فعلا مشرفه. الحمد لله. وحاجه الحمد لله ان حتى التيم اللي معايا هو كويس قوي، محب للخير، عطاء، وبيساعدني كتير. يعني لوحدي انا ما اقدرش اعمل حاجه. يعني اقدر اقول ان مثلا نقدر نقول ان في جمعيه الفايز ففي دعم من الزوج وفي دعم من الاولاد ومن العيله. اكيد طبعا. حلو قوي. أكيد. تمام. تمام، تعالي بقى ندخل لمثلا نادي لاينز. كاميليا دخلت، بعد كده ازاي دخلت اللاينز؟ انا زي ما قلت لك كده، في 2014 صديقتي قالت لي تعالي هعرفك على مجموعه كويسه وكده، وفعلا انضميت لانديه اللاينز. وبعدين مره على مره
يعني سنة ورا سنة فكرت ان انا اعمل نادي، يعني يكون كل واحد يحط يعني نحاول نخدم مبلغ فيه المجتمع، لا نحاول نخدم المجتمع بفكر اشمل واوسع يعني. يعني بدل ما كل واحد بينزل لوحده نبقى مع بعض جماعه ننزل. بالظبط. اكيد قدراتنا هتبقى اعلى. اكيد. فهتبقى هيوصل المستوى الخدمي بشكل افضل. افضل اكيد. طيب. فالحمد لله كان اول عمل عملناه في اول بروجكت نفذناه في ماريا كان تجهيز غرفه زخرفه او ورشه زخرفه في مدرسه لضعاف السمع اسمها مدرسه جبل الزيتون في الابيريه. ودي المدرسه الوحيده من نوعها، كل الاطفال فيها حوالي 700-800 طفل، هم كلهم ضعاف سمع وكلهم اما زارعين قوقعه اما لابسين سماعات. تمام. المدرسه دي كانوا محتاجين هم ست يعني فصول ابتدائي، الاعدادي كان لازم يدخلهم صنايع يعني، فاحنا جهزنا فصل الزخرفه ده والاولاد الحمد لله بيتخرجوا دلوقتي منه وشغالين عليه دفعه واثنين يعني. هقول كم دفعه اتخرجت من الثلاثه؟ الدفعه دي الثالثه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الفصل حقيقي كان تنفيذ الباشمهندسه هند مراد اللي هي سكرتيره نادي ماريا. احنا بنشكر مدام هند وبنقول لها مجهودك واضح وشيء مشرف واحنا فخورين برضو بيكي، لان استاذه هند وباشمهندسه هند كانت معايا في الحلقات الاولى من ريما وحكايتها. فانا بحييها النهارده وبقول لها استعدي عشان نيجي كمان. جميله بتحب تخدم ومجتهده جدا ومؤمنه بالفكره، ودي اهم حقيقي حاجة. دي اهم الحمد حاجه لله يا رب العالمين. يعني اللي بيشتغل معاكي بيبقى نفس الفكر ونفس بالزبط. نفس المجهود. بالزبط. وحاسس ان العطاء ده شيء واجب ان احنا ننمي بيه المجتمع. اكيد. الحمد لله كل الناس اللي معايا في اللاينز سواء كان في اللاينز او سواء كانوا في جمعيه الفايز، الناس اللي معايا في جمعيه الفايز كله مؤمن بالفكره وكله بيشتغل بجهده والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. احنا بنسعد لما بنرسم بسمه على وجوه ناس حقيقي محتاجه البسمه دي يعني ايا ما كانت الطريقه يعني. حقيقي. طيب عايزه اسالك، انت قلتي الانسان ثلاث مراحل. ايوه. المرحلة الأولانية أي بني آدم بيمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولانية إزاي هو بيثقف نفسه ويشتغل على نفسه ويرقى بمستواه. المرحلة الثانية بيكون بقى كبر وتخرج من الجامعة واتجوز والبيت والأولاد وبيقعد يركز في إزاي ينمي أسرته ويكبرها وكده. المرحلة الثالثة بيكون خلص رسالته، ولاده كبر اتجوزهم فبيحاول يخدم مجتمعه ويكون عنده وقت كبير قوي. واعتقد المرحله دي اللي انا فيها عندي وقت طويل كلنا اقدر اقدر اخدم الناس واقدر يعني اساعد او احط بصمه. بس تقدر يعني بالظبط احنا الفكر بتاعنا في اللاينز اللي هو وي سيرف ويز لاف، احنا بنخدم بحب وده شعار النادي بتاعنا وي سيرف ويز لاف. طيب عايزه اقول لك ايه الصعوبات اللي قابلت مدام كاميليا النقيب خلال الفترات اللي فاتت في العمل التنموي وخدمة المجتمع؟ والله يعني مش هنقدر نروح للصعوبات، لكن هي روتين مع وزارة التضامن الاجتماعي مثلا، ولو ان ما شاء الله يعني الناس يعني لا يألو جهدا في توفير كل، بس في روتين بقى يعني مثلا ورق بيتعطل ورق مش عارفة، لكن الأمور الحمد لله بتمشي كويسة يعني. حلو قوي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب عايزة أقول لك الزوج والبيت له دور كبير في دعم ماما كاميليا والزوجة كاميليا النقيب. تمام؟ أكيد. عايزين نتكلم عن أحلى مشروع أنا مبهورة بيكي جدا، وهو الشاطئ اللي كان لسه مفتتح من أسبوع تقريبا. سيادة المحافظ فتحه يوم الخميس اللي فات. اللي هو 25. شاطئ لذوي الاحتياجات. بالظبط. عايزين بقى نتكلم عن المشروع ده عشان المشروع ده ما ينفعش يتعدى كده. ده حقيقي بروجكت كبير قوي. اسكندريه كان فيها شاطئ لذوي الاحتياجات الخاصه في منطقه المندره. تمام. مع التوسعه الجديده تم ازاله هذا الشاطئ. ممكن ننزل صور؟ فالاداره المركزيه للسياحه والمصايف برئاسه الدكتور محمد عبد الرزاق كل التحيه والتقدير له، لانه راجل مجتهد جدا يعني ما شاء الله عليه. فكر يعمل شط جديد او يوفر شط جديد لذوي الاحتياجات الخاصه في الصيف ده. اوكي. اتواصل معايا والحمد لله النادي وافق على الفكره دي. وبدانا نعمل التصميمات، باشمهندس نبيل عطار في اللاينز برضو في احد انديه اللاينز قام بالتصميم المشروع. مش في ماريا يعني، هو في ماريا في لاينز تاني. في لاينز تاني. ايوه.
هو اللي نفذ، هو اللي رسم الموضوع، المشروع نفسه، وبدأنا نعرض على المحافظ. رحنا عرضنا على المحافظ، خصص لنا شاطئ في منطقة بحري في الأنفوشيا. أوكي. الحمد لله رب العالمين. الشاطئ كان اسمه شاطئ سيد درويش. بدأنا إحنا نبقى نشتغل عليه. رفعنا كفاءة الحمامات. طبعا أخذنا موافقات كتير قوي، مثلا من غفر السواحل، من وزارة البيئة، من طيب غفر السواحل ليه بقى؟ لأن غفر السواحل ممنوع تحطي أي مباني إلا بأمرهم، وهم بيرفضوا مواد زي الاسمنت والطوب تستخدميها. وانتي هتعملي لهم رامب اكيد عشان يمشوا عليه. طبعا خدنا موافقات من غفر السواحل، واخدنا موافقات من وزاره البيئه، خدنا موافقات من الاحياء، من حي الجمرك، وبدانا طبعا المحافظه قبلهم طبعا، وبدانا نرفع كفاءه الحمامات وعملناها على اعلى مستوى، بحيث انه يكون فيها هاند ريل للاولاد. الاحواض كلها كانت مقاييس لذوي احتياجات خاصه. اوكي. بدانا نجهز 4 حمامات واسعين، بحيث ان الاولاد ممكن يدخلوا بالكرسي ويرجعوا تاني. رامب يوصل لهم، الى جانب رامب بطول 120 متر من بدايه الشط لحد الميه، يقدر يمشي بالكرسي عليه. أوكي. وفرنا غرفه اسعاف. حلو قوي. وفر فيها كل حاجه، جهاز ضغط، جهاز سكري، الى جانب اجهزه التنفس واكسجين، الى جانب طبعا زودناها بحوالي 6 كراسي متحركه، لان في اطفال بتيجي ما بتقدرش تمشي، ما بيكونش عندها كراسي متحركه. وفرنا 6 كراسي متحركه، وعملنا مصطبه مع فولاذ انها تنزل في الميه، بحيث ان الاولاد اللي هم بيمشوا على كرسي او اللي هم اللي عندهم شلل دماغي يقدر يمشي من الرامب لحد الشط، ويقف على المصطبه دي الحديد جوه الميه. جوه الميه يبقى كانه نزل، الميه واصله له، لكنه ما بيقدرش يقف على رجله. يعني صعب قوي، مجهود جبار ده. ده بالنسبه احنا كانت فكره الشط ان هو يخدم كل الاعاقات، سواء كان اعاقات حركيه او اعاقات سمعيه او اعاقات بصريه او ذهنيه اللي هم الداون او كده. فعملنا ممر لذوي اللي هم ضعاف السمع. أيوة. والى جانب البلايند، بحيث ان احنا حطينا كور عائمه وفيها اجراس، بحيث ان هو يعرف حدوده فين. أوكي. داخل فين طالع فين، وممرات من خلال الكور المائيه دي اللي طافيه على الشط. حلو قوي. حلو قوي. عايزه اسالك، هو الشاطئ بيستوعب كام طفل مثلا؟ يعني بيبقى مثلا في عدد محدد، مثلا هنقول النهارده مثلا استيعاب الشاطئ هيبقى العدد ده؟ اولا هو شاطئ مجاني. يعني اي مجموعه او اي جمعيه عندها اطفال ذوي احتياجات خاصه بتتواصل على صفحه الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، وبتقدم جواب مختوم بختم الجمعيه بتقول ان عدد الاطفال عندها قد كده. اوكي. في جمعيات ممكن الشط بيستوعب جمعيه واثنين وثلاثه وممكن خمسه، مفتوح يعني كبير. مساحته كبيره وبيستوعب فوق ال 100. ممكن جمعيه الواحد يكون فيها 100، لان الطفل ما بيجيش لوحده، هو بيجي بالعيله. مثلا ماما مع زوي، ممكن محددين مثلا أخواته. ماما او فرد او فردين، ولا حسب العدد؟ مفتوح. ممكن يجي مفتوح. هو واخواته 5 6 افراد، جدته معاه، ما فيش مشكله. الى جانب الشط برضه بيخدم المسنين والمسنات. احنا عندنا ان شاء الله الشهر الجاي زياره من جمعيه، من دار لكبار السن، يعني جايين يقضوا يوم على الشط. الشط بيوفر لهم كراسي، ترابيزات، شماسي فور فري، وان شاء الله باذن الله. يعني احنا دي يمكن احنا خلصنا المرحله الاولى من الشط، لسه في مراحل ثانيه ان شاء الله باذن الله. كم مرحله مدام كمالية؟ لسه مرحلتين، المرحله الثانيه والثالثه ان شاء الله باذن الله. هنعمل فيها حديقه لذوي الاحتياجات الخاصه، ممكن بخلال استاذ خالد مصطفى. كل التحيه ليه طبعا، صاحب احنا بنحيي استاذ خالد مصطفى لما يتفرج علينا ويشوفنا، لان هو برضو صاحب فكره انشاء اول حديقه لذوي الاحتياجات. اكيد اكيد هنستفاد من خبراته أكيد. في انشاء هذه الحديقه، ودي بس مرحله تانية ان شاء الله باذن الله. الجاردن دي المرحله التانية، المرحله الثالثه هتبقى ايه ان شاء الله؟ هتكون مسرح عرايس دائم للاطفال، الى جانب مكان نقدر نعمل فيه بازارات لخدمه اسر ذوي الاحتياجات الخاصه والمراه المعيله. بازارات دائمه، الناس اللي احنا بندربهم على المهن زي الكليم، زي البامبو، زي الخرز والاكسسوارات، ممكن يجوا يعرضوا منتجاتهم هنا، يبقى معرض دائم لهم في هذا الشط.
كويس قوي، يعني هم هيجوا يعرضوا المنتجات والناس تتفاعل، فده هيبقى مفتوح بالزبط. مش لذوي الاحتياجات بس، يعني لو حد بقى من بره عايز مثلا يجي يدخل يتفرج او يشتري. والترابيزات هتكون مجانيه، انه تقف تعرض ما تحطش يعني ما تحطش مبلغ من راس مالها او من ربحها في ايجار الترابيزه، لا الترابيزه هتكون فور فري ان شاء الله باذن الله. أوكي. تقدر تستخدمها او تمام. هتكون جمعيه مدعماها يعني يا اما لسه طبعا ما اتكلمناش في الموضوع ده، لكن هي الخطه محطوطه ان احنا هيبقى تبقى فور فري للافراد، ممكن جمعيات تشتري ترابيزات وتديها لناس. طيب عايزه اسالك بقى حاجه بالنسبه مثلا، هما دلوقتي بييجوا ينزلوا هينزلوا البحر، طلعوا من البحر دلوقتي عايزين نعمل مثلا نشاط، هتعملي مثلا نشاط ايه؟ يعني ايه الانشطه اللي ممكن بقى يمارسوها الولاد مثلا بعد ما يعني هو يقضي يومه كله على البحر؟ بالظبط، الى جانب الحديقه دي اللي ممكن يفرغ طاقه فيها اللي هي المرحله الثانيه. ايوه هنبدا بعد كده نعمل. ايوه بقول لحضرتك هنعمل مسرح عرايس ممكن اولاد بيحبوا قوي مسرح عرايس كل يوم ولا يعني ولا حسب الكباسي بتاعت لو العدد كتير ممكن نشغل مسرح العرايس. الى جانب برضو فكرنا ان احنا نعمل مكتبه صغيره حتى تمام. نعمل نحط فيها كتب بطريقه برايل تخدم الاولاد عشان الاولاد البلايند. وبنفكر ان شاء الله باذن الله نعمل بروتوكول مع مكتبه اسكندريه ونجيب كتب مثلا كده حاجات علميه صغيره كده. هايب يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا مبسوطه بيكي جدا. تسلمي يا روحي. طيب ده بالنسبه برضو للاطفال. طيب رسم، موسيقى، هتدعمي حاجه نشاط حركي ولا برضو هيبقى صعب شويه؟ هيبقى صعب عامه، الاولاد لما بييجوا الشط ما بيطلعوش من الميه فوقتهم بيبقى قليل قوي ان انت تعملي لهم اكتيفيتيز يعني على الشط، لكن هم بيجروا بيلعبوا كده يعني. امبارح كان في محافظه شرقيه على فكره الشط بيخدم مصر كلها من اسكندريه. لسه كنت هقول لك يعني مش اسكندريه، مش محافظه اسكندريه بس، لا 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 محافظات يعني. احنا كان جاي لنا ناس من الشرقيه امبارح امبارح كان البنات والنهارده الاولاد تبع وزاره التربيه والتعليم. كل يوم بيجي ناس للشط والحمد لله يعني احنا فاتحينه بقالنا اسبوع. كان في اولا يعني فتح تجريبي كده او افتتاح تجريبي كان ناس كتير بتيجي، جمعيات كتير بتيجي، بس كانت مسؤوليه النزول على مسؤوليتهم هم يعني. لكن دلوقتي المحافظه الحمد لله وفرت لنا غطاسين كتير، فاللي بيجي دلوقتي ينزل في غطاسين موجودين في الشط وبيساعدوا الناس كتير. دي دعوه احنا بنقولها ان الشاطئ مفتوح لذوي الاحتياجات ومن اي محافظه من محافظات جمهوريه مصر العربيه، من اسوان لسيوه، من اسوان وسيوه كله يا جماعه. الشاطئ ده موجود مخصوص شاطئ ابطال التحدي منطقه الانفوشي. شاطئ ابطال التحدي، بصي انا جسمي اشعر. انا مبسوطه جدا جدا باللقاء الحمد لله رب العالمين ان ربنا قدرنا، والخدمات الجميله اللي انت بتقدميها. اكيد الحمد لله رب العالمين. انا بشكر كل القائمين على المشروع ده، انا ما اعرفهمش لكن انا بقدم لهم كل الشكر والتحيه ليهم على المجهود المبذول حقيقي حقيقي، جهد مادي وجهد معنوي. فانا بحيي اعضاء نادي لاينز ماريا وكل من شارك، يعني انا عارفه ان كل اللاينز كمان شارك فيه. اسمحي لي بس في شخص في النادي معايا، الاستاذ عبد العاطي التمساح. ايوه هذا الرجل من 8 الصبح الاربعاء يوميا لحد ما انهى كل اعمال الشاطئ مع المقاول، يعني هو بيوقف فعلا يستحق الشكر حقيقي فعلاً. يعني حضرتك يعني جندي مجهول بالنسبه لنا، بس اكيد جهدك واضح وبان وظهر. انا بحيكي جدا مدام كاميليا النقيب صديقتي الجميله والعزيزه. وانا اتشرفت بيك النهارده والحلقه كانت حلوه لان فيها كميه خير غير طبيعيه. فيها كميه عطاء وكميه من الحب، وانا بشكرك وبشكر كل القائمين سواء في جمعيه الفايز او في نادي لاينز ماريا او في نوادي لاينز اللي شاركت في اخر مشروع اللي هو مشروع ابطال التحدي. وفي ختام الحلقه انا بشكر مدام كاميليا النقيب ضيفتي الجميله اللي شرفتني النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله بامر الله في حلقات جديده من بودكاست ريما وحكاياتها، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا مدام كاميليا. شكرا ليك حبيبتي.